مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. كلام في الرياضه اصبح يناقش مراحل الدوري الاخيره وهي الحساسه جدا جدا. المرحله 24 من الدوري السوري لم يتغير شيء على الخارطه، وخاصه في فرق المقدمه. تشرين فاز على الفتوه بسته اهداف مقابل هدف واحد، الوثبه ايضا فاز على الطليعه باربعه اهداف مقابل لا شيء، حطين فاز على الساحل بثلاث اهداف مقابل لا شيء. لكن الملفت في المرحلة 24 بأن جبلة لأول مرة يتقدم على سلم الترتيب ب 19 نقطة، بعده الساحل، ومن ثم هبط الجزيرة إلى الدرجة الأولى. طبعا جبلة فاز على الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء. أمال جيدة بالنسبة لفريق الجزيرة، لفريق جبلة بعد فوزه على الجزيرة، وبالتالي هناك أمل كبير بالنسبة لجبلة أن يبقى في صفوف الدوري الممتاز. بالنسبة لتشرين حقق نتيجة طيبة وعالية ورائعة جدا، وخاصة لعشاق جمهور تشرين الكبير هنا في مدينة اللاذقية، بفوزه على الفتوة بستة أهداف مقابل هدف واحد. أيضا الأمال كبيرة من خلال لاعبيه وأقدام لاعبي تشرين بتحقيق النجمة الثالثة التي انتظرها عشاق نادي تشرين حوالي 30 عاما تقريبا. على كل حال، كل هذه المواضيع سنناقشها لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامج كلام في الرياضة. رئيس نادي سابق لتشرين هو موجود حاضر بيننا، أيضا هو عميد كلية التربية الرياضية سابقا أيضا، وقدم الكثير لهذه الكلية، الذي يعني طبعا هو عشق هذه الكلية، وهو دكتور ومحاضر أيضا في كلية التربية الرياضية. لكن الأهم أيضا كان هو عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الرياضة العام في سوريا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم، الدكتور وائل معوض، عميد كلية التربية الرياضية سابقا وأيضا رئيس نادي تشرين سابقا. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. علي أستاذ أحمد خليل، ياك تسلم. كيف أحوالك؟ تمام والله، الحمد لله، نشكر الله. هلا بعد ما رحت من نادي تشرين، يعني ما حدا شافك، يعني لا إعلام ولا شيء، يعني ممكن دمشق أخذتك شوي. يمكن أنا مقصر شوي مع الإعلام كمان. ما شغلتي. لا والله، بس كان موضوع الشغل، كنت موضوع بين كلية ومكتب تنفيذي، فكان الأسبوع أسبوعي لا بدي أطلع ثلاثة أيام على الشام، وموضوع يا دوب لحق هون. هلا تجربة بتوقع يعني أدخلت فيها بموضوع كعضو مكتب تنفيذي في سوريا، يعني كيف شفت التجربة؟ هلا تجربة منيحة، بس أنا بوجهة نظري المتفرغين وغير المتفرغين لازم يكونوا متفرغين قائمين بالشام ليقدروا يتابعوا صح. هذه وجهة نظري. نعم. لأن لا يقدر يتابع شغله. اليوم كونه غير متفرغ فما له حقوق المتفرغ، وبالتالي قعدته بالشام عليها تبعيات ثقيلة. فإذا ما كان ابن تأمني هو ما بيقدر يستقر هذا الاستقرار يتابع الموضوع، وبالتالي بده يصير يأثر بمجال عمله. يعني ممكن لمجرد الكلام، يعني مثلا عنده مكتب تنفيذي في اتحاد الرياضة العام؟ طبعا، بس لأنه لازم هيك مشان يقدر يستقر ويتابع ويكونوا كلهم مثل بعضهم. هو يحق لازم يكون متفرغ يعني. طبعا لا يقدر يتابع، أنا برأيي هيك موضوع، إلا بده يكون متابعته جزئية. طيب كان بذهنك هذا الموضوع يعني، ولا كنت متأمل؟ بس بالنهاية نحن عنا أشياء ما نخجل، يعني نحن اليوم في قوانين، في أنظمة ضابطة لهذا العمل، والكل عليه يلتزمه وتعديله، ما أنه والله برأي وائل بكرة الصبح تغير. اليوم في إجراءات تبعية، هلأ تغيرت السنة، في اثنين من الغير متفرغين صاروا متفرغين، وإن شاء الله برأيي بتكون نحو الأحسن. هلأ من رئيس نادي لعضو مكتب تنفيذي، بهالمرحلة اللي عشتها كعضو مكتب تنفيذي باتحاد الرياضة العام، وكشفت أشياء كثيرة على الأندية خاصة بالأندية. لا يعني لا لا لك شغلة، مشكلة الأندية بسوريا مشكلة واحدة، هي كرة القدم. الكل بده يلعب كرة قدم. كرة القدم هي لعبة شعبية أكثر جماهيرية، بس هي مكلفة جدا للي بيحب يلعبها محترف، وبالتالي صعب يقتنع انه انت خلينا نلعبها بمجال الفئات العمريه. فالنادي الفقير والنادي الغني بده يلعب كره القدم، بده يلعب كره القدم، وما معه يصرف على كره القدم وبده يلعب كره قدم. طيب اليوم لعبه كره القدم مكلفه، في انديه يعني صارت تقاتل لتطلع، واو واو ودفعوا ودينوا. طيب انت ما حسبت السنه الجايه اذا طلعت على الممتاز شو بده يصير معك؟ طيب انت منين بدك تامن مصاريف السنه الجايه؟ هيك مشكلة كانت بنادي التضامن الموجودة. كان هلا نحن اليوم، انا بغض النظر عن التسميات، انا ممكن نسمي يعني انا اليوم ما تنظير، انا ابن هاي المحافظة واندية المحافظة كلهم تجمعني فيهم علاقة كثير طيبة. صحيح. الحمد لله، كان مجالس الإدارة او كجماهير. هلا انا ابن نادي تشرين بالنهاية، وبس بيجمعني كثير علاقة طيبة مع نادي حطين، مع نادي جبلة، مع نادي التضامن. بس اليوم الفكرة الأساسية
ما تصغيرا من أندية، في أندية ما بصير تكون هلأ اليوم بمصاف الصراع على الهبوط، بالوقت اللي في أندية تانية ما عندها مقومات تضل بالدرجة الممتازة، مع احترامي لإلها هي أندية كتير كبيرة. نعم. يعني أنا اليوم وقت نادي ما عنده فريق شباب جيد، ما عنده فريق ناشئين جيد، ما عنده فريق أشبال جيد، يعني ما عنده قواعد، ما عنده بمدرسته 2000-3000 ولد، أنت لوين طالع تلعب بالدرجة الممتازة؟ يعني أنت معناتها مضطر تشتري فريق كامل. إذا ما عندك هدول فأنت مضطر تشتري فريق كامل. فريق الكامل اليوم تكلفته أرقام كبيرة كتير. يعني بدنا نشتري لاعبين اليوم فريق كامل نقدر، ما بدنا ننافس نضل بالوسط ما ننزل، نحن بحاجة 300-400 مليون. طيب وانت ما معك مصاري. طيب حاولت تقنعه هيك؟ حاولت كثير جاهد الأندية انه يا جماعة انتم ما فيكم. انا اليوم ابن، يعني انا من ظهر صفرة من ريف بانياس، فرغم علاقتي كانت فيهم اثناء وجودي بالمكتب التنفيذي حاولنا نقنعه. اليوم في 5 أندية ببانياس يلعبوا كرة قدم، نادي بانياس ونادي مصفاة بانياس ونادي بلدية بانياس ونادي العنازة طيب يا جماعة انتم كلكم ما بتقدروا تعملوا فريق كمصروف، انتوا انديه وماليا فقراء يعني ايه، انتوا انديه اليوم براسي وعيني، بس انتوا ما بتقدروا تشيلوا مصروف فريق الكل مع بعض مجتمع ما بيقدر. خلونا ننقي نادي اللي هو عنده مقومات الاكثر نلعب نحن كفئات عمريه كبيئه اجتماعيه تجي الاهالي على المدرسه الكرويه، ما في مشكله هاي. نعم. بالعكس هذا شيء مربح للنادي، بس اليوم بدنا نوصل لدرجه احتراف وندفع فريق ما ادراني. طب يا اخي ظرفنا نحن كلنا بنعرف ظرفنا، في حدا ما بيعرف ظرفه؟ طب اللي ما بيعرف، اللي بيعرف ظرفه وما قدر ان يصرف، انت ليش بدك تطلع الممتازه؟ بيقول لك احلم، حقك تحلم بس على شو بيبنوا بكره يعني تطلع على الممتازه. نعم. وما معك تصرف بالله. طيب بيعرفوا انه كل كره القدم اصبحت مال بالدرجه طيب. الاولى يعني وبدنا نطلع على الممتازه بكره وما معنا نصرف على الممتازه، طب لوين طلعت؟ يعني في مشكله هون. اخر شيء بيقول لك ساعدوه ما معه، طب يا اخي ليش طلعت؟ ما معك اخذت فرصه واحد معه. هلا كانوا معتمدين على مساعده اتحاد الرياضه العام براسي استاذ، اليوم نعتمد على بكل دول العالم. مين في بدعه اليوم المساعدات الى كذا سنه قبل هاي السنين ما كان في مساعده، اليوم الارقام اللي عم تيجي شو بده يجي؟ بيجي 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين ولا شيء. شو هدول بده يعملوا؟ هدول نص عقد لاعب. وبعدين اليوم التكاليف كبيره، تكاليف السفر انت اسبوعيا هي ما اسبوعيا كل 5 ايام عندك مليون، انت بارضك ولا برا ارضك؟ بس برا ارضك عندك اجور النقل زياده، بس انت بارضك عندك اوتيل واكل، وانت برا ارضك عندك اوتيل واكل. هلا الاتحاد الرياضي العام في سوريا كان يسال انه بموضوع الانديه منين عم تجيب مصاري مثلا؟ طبعا تعقد الصفقات؟ طبعا طبعا. هلا اليوم لاقول لك استاذ، اليوم في شركات راعيه، في اشخاص كانوا يدعموا هاي الانديه، وانا بصدق بقول انا بعد تجربه، وانت استاذ كنت عضو مجلس اداره كنا سوا. كنا سوا نعم. اليوم انا اي شخص هذه الاتهامات المسيئه اللي مسبات اللي بيتعرض لها شخص بيشتغل بالانديه، الاهانات اللي بيتعرض لها الشخص انا يعني هي قمه في العيب. صح. اليوم اي شخص بيشتغل كمجلس اداره له كل الاحترام، لانه لنفترض اذا ما دفع من جيبته هو راح يدفع من جيبته، ولو دفع ليره واحده يعني وهو راح يدفع من جيبته يدفع. الوقت اللي عم يعطيه لهي الاداره بالوقت اللي الجمهور قاعد بالبيت، الجمهور هو مثل ما بيقولوا ركائز اساسيه لهي الانديه. بس يا اخي وقت طلعت البطاقه من 300 ليره ل 500 ليره قامت القيامه. هي 200 ليره كل اسبوعين بيقرضوا اللعبه، وبالتالي هي 400 ليره بالشهر. هذا رقم ينحكى فيه، هذه مكالمه هاتف طبعا، هذه زادت بالشهر قامت القيامه، وهي المصاري للنادي اللي انت بتحبه ونحن دفعنا. طيب وهي مصاري وهي مصاري وهي مصاري للنادي اللي انت بتحبه، فما بالك واحد عم يدفع مئات الملايين اخر شيء بدك تسبه بالملعب لانه الفريق خسر؟ يعني في حدا بيدفع مئات الملايين لحتى فريقه يخسر؟ طيب او فريق ينسب مثلا او ينسب لحد بدفع حق مسبتي انا؟ نعم. يعني اليوم عيب هذا الموضوع. هي ثقافة يعني. ايه هي الثقافة اليوم يعني. مجلس الإدارة ورئيس النادي إذا فاز الفريق ما إلهم علاقة، اللاعبين مناح، وإذا خسر الفريق الإدارة سيئة. يا أخي والله غلط الحكي، هذول الجماعة عم يعطوا وقتهم جهدهم تعب أعصاب مصروف مصاري. يا أخي بيقدر يعمل أي شيء فيهم تاني. مشكور أي شخص بيدعم الإدارة، اي رجل اعمال بيدعم اداره، بيقدر يدعم مؤسسات خيريه. نعم. بيقدر يدعم اسر شهداء، يعني في 100 مجال للدعم. ما نفكر انه والله ما عندنا غير النادي، لازم انا اقطع اللقمه عند تمي. طيب شرفوا اقطعوا اللقمه عند تمكم حتى الجمهور يعني لازم يكون على درجه عاليه. انا باسف هي الانديه اليوم، اليوم انديتنا هي نص جمهور الناديه. يعني اليوم انت جمهور تشرين يقدر ب 500-600 الف شخص. نعم. طيب يا جماعه مروا من قدام النادي، خلينا نلاقي 10 اشخاص بالنادي. يا اخي النادي ما في 10 اشخاص، وما جمهورنا أكبر جمهور بسوريا. صحيح صحيح. جمهور حطين
جمهورنا من اكبر جماهير سوريا. طب خلينا نمر اللاعب بالنادي 50 شهر وبدوا النتائج بدون دعم، ما بدنا ندفع. نعم انا ما عم اقول مروا ادفعوا، يمكن تساعد بفكره، يمكن بدنا حدا يكون شاطر بالمعلوماتيه ويكون عندك صديق او انت بتفهم بالشغل على الكمبيوتر. صحيح. يمكن بحاجه معرفه شخصيه لمكان، حدا يأملنا اقامه بمحافظه ما اثناء السفر تطلع بتعرفه، يمكن خدمه، يمكن راي. بس يا اخي تواجدوا بالانديه، ليك الانديه مهجوره اليوم. اللي بشوف هلا انت اذا بتعمل برنامج هي فكره، نعم. ما بدي حقها للتلفزيون. تمام تمام. تنزل بتصور هذا المقر وهذا النادي، صورنا، حط كاميرا خلال 24 ساعه الله، ورجع انتقل على الملعب وشوف الجمهور. يا اخي جمهور هذا الفريق هو نفسه هذا النادي، هذا النادي يا اخي ما حدا ممكن يصدق. احنا صورنا يعني صورنا الاستثمارات ما شاء الله بنادي الشرقيين، يعني اليوم اكبر جمهور في سوريا. اليوم نحكي بمنطق تشرين وحطين، وخليني اقول لك السماع وسبه نواعير، انا بعد متابعه شخصيه. نعم. اضافه لفتوه، هذا كلام دقيق لانه اضافه للفتوه والجزيره، هدول عم يقارعوا انديه مع اقل شيء استثمارات 200 مليون، هدول استثماراتهم 7 مليون ونص. حتى جبلي شو رايك بنادي جبلي؟ ايه بس امور الماديه لنادي جبلي دخلت بمجال الملعب والمحلات افضل، يعني امور صار لا صار عليها مشاكل. صار لو ضل موضوع المحلات وريعهم واستثماره لنادي جبلي اليوم اموره تكون منيحه. يعني اليوم نادي جبلة وبتوقع رجعت، يعني في 180 محل هلا رجع الأغلبية، في مقر مسبح زيتون، في يعني في مواقع استثمارية تستغل صح يا أخي. إدرانين هلا يمكن في عليه مشاكل إن شاء الله بطريقة الحال. وبالنسبة لتشرين يعني بعدين هلا نحكي بمنطقة، يا الله نادي جبلة نادي عمره 100 سنين، مدرسته فيها 1000 طفل، فئاته العمرية شغالة، يتهدد بالهبوط ما بصير. ومن سنوات يعني ما يا أخي ما بصير من سنوات يا أخي، في في شيء ما بصير. اثنين هي انا بأسف على هي الحساسيه، اليوم نحن اولاد محافظه واحده، لك نحن اولاد بلد واحد ما بصير، فما بالك اولاد محافظه واحده. اولاد محافظه هي الحساسيه. صحيح. بين تشرين وحطين جبلي لازم الكلنا شو بنقدر نساعده نساعده. هو على كل حال احنا بالصدفه عم طبعا بالحديث عن موضوع نادي جبلي عم نشوف مباراه تشرين وجبلي اللي صارت قبل اسبوعين تقريبا، واللي تعادل فيها بهدف لهدف بين الفريقين. طبعا يعني حتى المنافسة كانت قوية. كانت قوية. المباراة قوية. جبلي كان بحالة فنية كتير منيحة، بيدافع بحافز. نعم. كتير قوي، وقدر يكون ند كتير قوي لتشرين. لا وكان بلحظات كتير أفضل منه بالشوط الثاني. شوط ثاني بالفعل يعني، يعني فريق مهدد وفريق كان يعني بحاجة، لكن بالإضافة إنه فريق تشرين على الصدارة يعني. إيه وتشرين ما كان بالفورم. هلا هو على كل حال قبل ما انتقل للحديث عن الدوري والمرحله 24، طبعا انا بتشكر مخرجتنا رزان على اللقطه السريعه على موضوع نادي جبلي. دكتور كنت عميد كليه التربيه الرياضيه سابقا، هالتجربه هاي اللي عشتها ايضا، يعني شو مدى الاستفاده ما بين يعني ما بين الاكاديميه والعمل في الملعب؟ هلا انا كثير بفتخر بقصه، كان عندنا صراع قبل ما اجي على الكليه وصير مكتب تنفيذي، كان في صراع. أهل الجامعة بيقولوا لك مين هدول مدارسين عن أهل الاتحاد الرياضي. نعم. وأهل الاتحاد الرياضي بيقول لك مين هدول، هدول دارسين مدى في شين الطابة. فكان هذا التجاذب. تجاذب. نعم. أهل الاتحاد الرياضي بيقولوا لك إذا إجا هذا أخذ محلي، وهدوك بيقولوا لك مين هذا مدارس لحتى يجي ياخذ محلي. كان في هلا قدرنا بعلاقات شخصية كان خلالها مع رئيس الفرع ولا مع الاتحاد الرياضي ولا بوجودي ولا من خلال الدورات، قدرنا نكسر هذا الحاجز وتواجدت. حتى عملنا دورة سي لكلية الرياضة لخريجين كلية الرياضة اللي هني هلأ كلهم عم يشتغلوا بالأندية، وأنا كتير بفتخر بهذا الموضوع. جيد جدا. دورات اتحادات الألعاب عملنا سلة، عملنا ألعاب قوى، يعني حاولنا نجيب الاتحادات لعنا على الكلية لنستخدم هاي الطاقة البشرية الموجودة اللي هي الطلاب. هلأ اليوم دور كلية الرياضة كدور حقيقي هي فيها ثلاث أقسام أساسية، وبالتالي هي ثلاث مجالات من أسماء أقسامها. اليوم في قسم التدريس واللي هو حصرا اللي بيدرس فيها هذا يعني خريج كلية رياضة، أول مجال له مجال مدرس تربية رياضية بوزارة التربية. صحيح. طبعا نحن مشان نفصل لأنه دائما بيوجهوا اتهامات لوزارة التربية بهذا الموضوع. درس التربية الرياضية بوزارة التربية بمدارسنا ليس هدفه تخريج لاعب رياضي، هدفه ترفيهي رياضي لتجديد القوام، لتعليمه الصحة، لنشاط البدني، حتى تجهيز يعني العقل يعني. نعم. نشاط بدني. نعم. فيزيولوجي، بس ما هدفه يطلع لاعب. لهيك نحن بننتقد، لا يا أخي اللاعب هو للأندية،
للاتحاد الرياضي. هلا ممكن يكون في موهبه تكتشف بعدين ممكن بالمراكز التدريبيه خلال المراكز التدريبيه النشاطات اللصف فيها بوزاره التربيه ممكن تكتشف مواهب وتاخذها. صحيح كثير منيح. صحيح. ولكن هدف درس التربيه الرياضيه ما تخرج لاعب، هذا هدفه تعليمي اكاديمي تنشيطي فيزيولوجي، تعلمه الصحه تجلس له قوامه، نشاط ترفيهي خلال الدروس العلميه. المجال الثاني اللي هو مجال التدريب واللي هو قسم التدريب الرياضي، هذا بيتخرج مدرب بالالعاب حسب وفقا للعبته. والمجال الثالث المجال الاداري واللي هو قسم الاداره واللي هو بيطلع بيشتغل اداره منشات رياضيه، الانديه الرياضيه، المؤسسات الرياضيه، واللي هيك بيكون اختصاصه. وبالتالي خريج التربيه الرياضيه في من ثلاث اقسام في اثنين هن مجال عملهم الاتحاد الرياضي. فانا بوجهه نظري ما بيصير ما يكون قوام الاتحاد الرياضي هم خريجين كليه التربيه الرياضيه وخريجين معهد التربيه الرياضيه. جيد. طيب ليش بيصير يكون معقول يكون مدير كهرباء طبيب بشري؟ ما بيجوز. لا لا. طيب يا اخي ليش بيصير يكون قائد رياضي طبيب بشري؟ يا خلوها للرياضي. اليوم في رياضيين مهندسين وفي رياضيين اطباء بشريين، هذا المكان لهم الاتحاد الرياضي، هو للابطال ولخريجين كليه التربيه الرياضيه. اما والله الرياضي يكون مهندس يعني بمجال الهندسه وما هو بطل بلعبته لوين جاي على الاتحاد الرياضي؟ صح صحيح. انا هذا راي شخصي طبعا. هلا بتحس انه كان في نفور ما بين اصحاب الخبره والخريجين كليه التربيه الرياضيه؟ في هيك شيء انه قلت لك المفهومه انه هذا بيعتبر حاله دارس واختص و و و هذاك بيعتبر حاله انه انا مارست اللعبه ولعبت انت. نعم. وين كنت؟ على كل حال حديث متشعب جدا جدا، بده حلقه خاصه طبعا دكتور. على كل حال بدي انتقل مباشره للدوري السوري لكره القدم بالمرحله 24 واللي كان ملفت فيها جدا جدا هو ايضا تقديم اداء ملفت لفريق تشرين واللي فاز بستة أهداف مقابل هدف واحد على فريق الفتوة. دكتور يعني شفت المباراة أكيد؟ شفت. شو رأيك بالمباراة؟ هلأ نحكي بمنطق المباراة وقت إجا جول بالدقيقة 3-4 يعني ببداية المباراة، قلت هذا حافز تشرين أنه من أول اللعبة قوية ومبين أنه تشرين كان بالفورمة. ومشان نحكي نحن بنتشكر كل جماهير تشرين اللي إجت على الملعب ورجعت الحالة المعنوية للفريق، قدرت كان فعلا حل لا يقدر يطلع لأنه الفريق وصل بمراحل وقت ثالث التعادل أو الخسارة وراء بعض الفريق أحبط. ونحن منشوفه من اللعبة اللي قبل هاي كان الفريق تعبان كتير تعبان. تعبان نفسيا أحبط، بتحس اللاعبين فقدوا هذه الحماس اللي شفناه عندهم مبارح، تلاقيهم مبارح نار شعلة. يعني اليوم قدر طلعت الجمهور لفتهم جنبهم بالتمرين، العمل الإداري للإدارة وللكادر الفني انا بشجعهم وبحييهم انه قدروا يطلعوا الفريق من هي المشكلة. هلا في بعض الاتهامات خاصه انه نحن بنعرف انه دائما لعبه تشرين وحطين الى هي الحساسيه اللي هو اللي بيخسر تمام بتاثر عليه اثار سلبيه كبيره. هلا في اتهامات ما انه اتهامات يعني اقاويل كثير يعني انه موضوع انه والله الفتوي ما لعب بالمبارح بشكل المطلوب، يعني اربع مباريات سابقه كان الفتوي. هلا نحن نحكي طيب بمنطق نادي الفتوي نادي كبير عشان ما نقعد بس عنده كاس جمهورية لا نجامل ولا نبيع وطنيات على بعض. اليوم نادي الفتوي نادي كتير كبير ورمز مخرج أبطال على مستوى سوريا كتار، بس اليوم لو كان نادي الفتوي كتير منيح ما كان مهدد بالهبوط. صحيح. يعني هاي السنة كنتائج نحن عم نحكي أما حتى خسرت مبارح هي أما النادي هو صعب. نادي كبير ونادي بسوريا ما حدا وقتك تعدد أندية بتعدده من أول خمس ست أندية خارجين أبطال تاريخ بطولات، ولكن هذا الموسم لو كان النادي مستواه الفني منيح ما كان تهدد الهبوط. مشان ما كتير يعني لا نجلد أنفسنا بزيادة. تشرين كان بالفورمة وتشرين في لعبتين ثلاثة كان فيهم بالفورمة. لعبة منهم لعبة الوحدة باللادية كان كتير منيح. لعبة حتى مسيرة الذهاب يعني كانت لعبة الكرامة صحيح. كان الفريق وتشرين نحكي بمنطق بغض النظر اني انا تشريني اليوم تشرين اذا كان بحالته الفنيه الجيده وبحماسه اليوم هو اكثر فريق متكامل تشكيله ودكه احتياط. هلا هذا الكلام انا تواصلت مع احد اللاعبين يعني لكن مصاب هو هلا انه قلت له شو السبب الحقيقي؟ قال لي ذهنيا فقط ذهنيا. قال لي نحن عم نملك افضل لاعبين، عم نملك نتائج جيده، دكه بدلاء جيده، بس الذهنيه اخر شيء كثير صعب. فتشرين بهذا الفريق بهي الاسماء اللاعبين اللعبه اللي بيكون متوفق فيها يعني بتكون حالته الذهنيه والنفسيه جيده
وطاقات لاعبينه على اوجه يعني الله يعين الفريق اللي بيكون قباله يعني حتى يعني بس إنه للاسف انه مرات قليله اللي كان فيها هيك تشرين. هلا امبارح من حظ الفتوه انه كان هيك تشرين. هلا بتقول يعني في ناس ما متعودين على بطوله الدوري مثلا في لاعبين بعدين استاذ نطلع من هي النظريات المؤامره بقى. نعم. كل ما فريق ربح وكل ما فريق خسر وكل ما هلا قولا واحدا اذا جاوب هيك ولا جاوب كل ما حكم غلط نطلع من نظريه المؤامره شوي اليوم يا اما نحكي بكلام مثبت يا اما نبطل هالنظريه. هلا الكلام المثبت انه الطليعه والوسبي يوم امس كان في كتاب حتى من نادي الطليعه انه في ثلاث لاعبين اربع لاعبين اساسيين ما اجوا. هذا اسباب. انا اللي عرفته انه امبارح الطليعه عنده سبع لاعبين ملعبه منهم الحارس. واو. هلا هذه التفاصيل معلش كمان مشان ما نعيش نظريه المؤامره يا اخي نتاكد من صحه المعلومه رقم واحد الاسباب ليش هيك صار وطلع بيان يعني طلع بيان للطليعه وشو صار ليش هدول راحوا يمكن مبطلين مستحقات ماليه وهدول عرفوا مصاريهم ما رح تجي ما عجبهم الضربة اللحظات الاخيره هلا ممكن طبعا راح نرجع نهائيا زعل اليوم نحن بنعرف ما بيزعل هلا نحن بنعرف بالدوري السوري انه في استحقاقات ماليه باخر المواسم اذا انت ما انك مضطر الاداره ما قدران يتامن هذا الموضوع يا هذا بيزعل يا هذا بيزعل يا اداره بتبطل يا لانه الدوري على اواخر وخاصه فريق الطليعة بس الطليعة كان مهدد يعني شده شدي كتير حلوة تمام مشي حاله مشي حاله هلا أمنوا أمن ما عندهم حافز لا كأس ولا دوري بيقول لك وأنا ما عم يعطوني مصاري ليش دي يلعب مثلا بس خلينا اليوم في اتحاد كرة قدم نعم في لجانه الرئيسية والفرعية هذا الموضوع يتأكدوا منه بكل شيء وما بصير يوصل معلومة ما نتأكد حتى موضوع يعني الأقنية موجودة بأقنية اتحاد كرة القدم طبعا. يعني حتى ما سألت شعيب العلي يعني نتأكد مباشرة طلع على اليوم ما كل القصة اليوم ما نعيش بنظرية مؤامرة وبنفس الوقت ما بصير نطنش يعني وصلتنا معلومة نتأكد منها الخطأ أنه نتأكد منها ونوصل لحقائق ملموسة وما نأخذ إجراء. هلا شو رايك بقصه يعني قبل ما نكمل موضوع الدوري شو رايك بقصه شعيب يعني واللي الكلام اللي طلع هلا اللي وصلنا كجمهور بعيد عم يتفرج في شيء ناقص بالموضوع عشان ما ندافع لا عن تشرين في شيء غلط بالحديث يعني اليوم انه دخل لعنده مزبوط بيرجع بيقول انه وقت حكاه قال له مين دخل لعندك قال له اسال لاعبينك بيقولوا صارت معلومتين مره دخل لعنده رئيس النادي في تناقض بالكلام نعم. مرة قال له لرئيس النادي سأل لعمينك بيقولوا لك مين دخل لعندي أنه منه صح اثنين فريق نايم بغير أوتيل شو جابك لعند هذا شو جابك مظبوط مرة ورحت طيب ليش رجعت اجيت بالليل هلا هي بهاللحظات هذه ثلاثة ليش أنا حطيت الحق على إدارة النادي شو جابوا لهم هذا شو جابوا لهم نعم. بعدين ليش عم تسجل مكالمات يعني في نية مسبقة استاذ اليوم نعم. أول شيء التسجيل مكالمة أنا ماني قانوني بس اللي فهمته إنه بالمحكمة بدون إذن تسجيل هذا التسجيل لهم غير معتمد غير معتمد لأنه ممكن نلعب هلأ بندخل على برامج أنا ما عم أقول هذا التسجيل مبرمج نعم التسجيل ممكن يكون حقيقي وشبه متأكد إنه حقيقي ولكن شو هي النية إنك تسجل قبل يعني أنت ناوي تسجل سلفا معناتها في شيء يعني فلهيك عم أقول لك القصة ما واصلتنا كاملة أنا اليوم كشخص متابع أنا ما عندي معلومة كاملة ما عندي رأي بهذا الموضوع بس اليوم إلا ما بصير يكون اتحاد الكرة ما عنده رأي بهذا الموضوع يعني لازم يكون وصلته الحقائق نعم وعم يتابع هاي التفاصيل هلأ غلط وأنا بحترمهم يعني أنا بيجمعني يمكن علاقة شخصية بكل برئيس الاتحاد كان زميل لإلي وقت كنا بمجلس مركزي وهو صديق وعزيز ولا أمين السر الدكتور إبراهيم نفس الشيء وأعضاء الاتحاد أصدقاء وأخوة كلنا أصدقاء يعني كنت اشتغلت يمكن ما بيجمعني صداقة بس بالأستاذ عبد الرحمن ما ملتقى أنا وياه بمجال العمل من قبل والبقية كلهم بيجمعني فيهم أخوة نعم إيه بس هذا شيء ومجال العمل شيء اليوم نتأكد نوصل لحقيقة ونقرر أما نوصل لحقيقة وما نقرر مشكلة كمان هلأ فوز تشرين مبارح على الفتوة يعني قرب نوعا ما الفريق انه يتوج باللقب استاذ نحكي بمنطق بغض النظر انه بنحبه كمان اللعبه الجايه تشرين والاتحاد ووسبه وشرطه الفريقين متقاربين اثنيناتهم نفس الظروف عندهم بارضهم نفس الحوافز للفرق المنافسه اللي جايه تقريبا مثل بعض مع تميز الاتحاد عنده أسماء لاعبين مهمين وفعلا اللي بيشوف أسماء لاعبين الاتحاد
في ظروف مر فيها بالدوري بأوله ما بتناسب موقعه على سلم الترتيب. صحيح. كأسماء لاعبين. إيه بس بالنهاية كمان عنده كأس جمهورية، ما عنده شيء ينافس عليه بالدوري. نفس الشيء الشرطة. فأنا برأيي هدول اللعبتين هن بدون يحددوا بطل الدوري للمرحلة اللي بعدها. يعني الكلام كان إنه موجود يعني يوم أمس إنه تشرين إذا فاز على الفتوي راح يضمن لقب الدوري، لأنه بده يعطي حافز بالمباريات اللي عندنا. اتحاد المتبقي فيه. تشرين عنده اتحاد ووسبي عنده شرطة. اتحاد عنده كأس جمهورية. براسي وعيني اللي عنده هلا معناتها هيك يعني ممكن هلا مثلا ممكن يعمل حسابات اخرى. معناتها هلا عم ناكد نحن انه هاتوا لنأجل كاس الجمهوريه لبعد ممكن يا هو هذا هو الكلام يعني انه طيب اتحاد كره القدم ليش واقف يعني اجل استحقاقات كاس الجمهوريه لبعد نهايه هلا باي باي لعبتين يعني هذول 10 ايام مخلصين طيب يعني في حسابات يعني ممكن ايه. حسابات مثل فتوي يعني امبارح بيقول لك ليش هلا ليش تروح امبارح الجيش لعب فريق احتياطي مع الاتحاد تشكيله احتياطيه كامله تشكيل احتياطي لانه السبت عندهم كاس جمهوريه عرفت ليش يعني هذا الكلام يعني انه لازم يكون عملوا حساب يعني طبعا هلا برايك الوسبي يعني قدم اداء ممتاز السنه بالنسبه يعني حتى من مستوى لاعبينه ما استاذ اليوم نحكي بمنطق فريق الوسبي فريق حلو اليوم بيميزوا لفريق الوسبي واللافت عنده انه عندهم رئيس نادي متابع وكوادرون كان كان الكابتن ضرار ولا الكابتن هيثم كوادر مميزه يعني كوادر فنيه وهيثم على مستوى عالي شخصي وعلى مستوى عالي بس اليوم بيميز فوق كل هدول انه فريقهم له 3 سنين مع بعض هدول اللاعبين له 3 سنين مع بعض يعني في تجانس كامل مع هدول اللاعبين واتوقع الوسبي من 3 سنين وقع اللاعبين 3 سنين وهي نتائج التوقيع وهذا اللي دائما بنقوله يا اخي توقيع اللاعب اللي مانو ابن النادي سنه هذا غلط لانه هذا عم يجي ما عم يلحق يتجانس مع فريقه ويلعب دوري عم يروح صحيح وهن فريقهم بيميزهم انه لهم سنين مع بعضهم هلا شو هلا اتوقع الوسبي السنه الجاي بيكون في هلا شو صرت الغريبه دائما عند يوم اللي بيكون التشرين بالصداره بيكون الوسبي لاحقه يعني بال 81-82 يوم اللي اخذ الدوري تشرين كان تقريبا المركز الثاني الوسبي هلا اليوم صدفت هلا بس مع انه يعني حتى تاريخيا بيجمع تشرين مع الوسبي علاقه كثير طيبه يعني في أندية تاريخيا بيجمع مع تشرين علاقة طيبة تشرين في توامي ما بين تشرين والاتحاد أيضا اليوم بيجمعوا بيجمعون علاقة طيبة تشرين زارع يعني في علاقة طيبة بتجمعوا مع الأندية اليوم يمكن دورة تشرين إلى سبب لأنه هو عم يستضيف هالأندية سنويا فبتجمعوا معهم علاقات وهذا مهم جدا يعني دورة تشرين مثلا سنويا عم يجي 8-9 أندية تشارك عنده إلى 17-18 سنة فبتجمع علاقة طيبة مع هاي الأندية كلها جيد هلأ حطين أيضا عم يعني بفوز على الساحل بثلاث أهداف مقابل لا شيء حطين عنده طموح أيضا إذا ما هو المركز الأول ممكن يكون المركز الثاني على حساب الوثبي يعني في انتقادات كتير يعني أنه حطين اليوم صرف كتير وجاب لعيبة كتير ورغم ذلك هلأ إذا حطين بفوز ما كتير إذا حطين بفوز نعم تشرين والوثبي بيتعادلوا اللعبة اللي بعدها إذا حطيني بيربع الوسبة بتاعها حطيني بيصير ياخذ بطل دوري نعم ممكن حسابات كلها إذا ندخل بالأرقام نعم اليوم حطين بتقلي دفع صرف كمان تشرين دفع وصرف كمان اتحاد دفع وصرف كمان الجيش دفع وصرف كمان الوحدة دفعت وصرفت الأندية دفع وصرفت كتير وسبة دفع وصرف اليوم ما نقعد نقارن الأرقام وبنفس الوقت لا نشغل حالنا حطين في عنده مشكلة مع احترامي للي كانوا عم يشتغلوا بالفترات الماضية لاعبين تشيل تكون من مستوى دوري محترفين ما عنده هذا الكم عنده عدد قليل من اللاعبين اللي بيقدروا يلعبوا دوري محترف بيحطين مرقت مع أنه حطين بيميزوا خلال سنين وعمر أنه هو منبع للمواهب أبناءه العمرية ونادي حطين وفريق الشباب وفريق الناشئين اليوم وقدنا نجي نحكي عن أبناء نادي ما معقول ما عندنا هذا اللاعب يعني عندنا لاعبين مميزين 2-3 والبقيه اضطروا يجيبوا كوادر من برا نادي تشرين هلا اسماء موجوده كابتن حسين وكادر فني كتير منيح بس بالنهايه كمان اذا بدنا نحكي نقيم وضع نادي حطين مقارنه وليس باسم نادي حطين الكبير نعم مقارنه بنتائجه خلال السنوات الاخيره القريبه انه من حدا مهدد او حدا بالمراحل تحت النص لحتى بهذا الدوري نوصل لأول أو ثاني أو ثالث أنا برأيي إنجاز طبعا إنجاز وليس تصغيرا
من قيمة نادي حطين اللي هو كتير كبير واللي هو نبع للمواهب واسم كبير. بس اليوم حطين مرق بظروف صعبة. هلا ممكن كان سوى يعني مثل تشرين يعني اللي طعم بالشباب بأبناء النادي يعني على أبناء نادي رجعوا كلهم تقريبا. هلا تشرين يعني ساعدوا نحكي بمنطقة اليوم عنده 4 غريبين تشرين. إذا بدنا نحكي بكلمة مانون أبناء نادي. صحيح زكريا صحيح جاب لاعبين وخالد مبيض نعم وعلى دالي نعم. وعلى دالي نعم والباقي أبناء والباقي أبناء النادي أبناء النادي يعني حطين عنده نفس الشيء يعني نفس الشيء بس اليوم كمستوى لاعبين محترفين اليوم معلش نحكي أستاذ محمد إذا كنا قايلين إنه ممنوع حدا يجيب لاعبين هذا الدوري هني سمحوا بتسعة ويلعبوا 7 قبل الدوري لو قالوا إنه ممنوع حدا يجي ولا نادي بيصير يجيب حدا نعم كان أكثر نادي جاهز بسوريا هو تشرين لا يلعب بفريق من كوادر النادي بدون ما يجيب أي لاعب كعدد لاعبين موجودين ما حدا عنده كان أبناء نادي لفريق ينافس بالدوري مثل تشرين يعني اليوم قلت لهم أنا هاي المشكلة تعرضت لها من قبل أنا قلت لك كوني من ظهر صفرة فنفوسي يعني ضيعتي هي بطرطوس بتجمعني علاقة طيبة مع صحيح الآن وعايش وولدان وشغلي وحياتي كلها بس بالنهاية قريتي وجزوري هنيك طبعا فبتجمعني علاقة طيبة مع نادي الساحل ومع إدارتهم وبوجه لهم كل تحية بس أنا قلت لهم أول مرة طلعوا قلت لهم أنتوا ما حسيتوا حالكم استعجلتوا كتير حلو تطلعوا على الدرجة ممتازة محافظة ما فيها نادي بدرجة ممتازة ما بصير لازم نطلع بس ما حسيتوا أنه كنا لازم نعمل فريق أشبال وناشئين وشباب مناح ما عندهم يعني فريقين ما عندهم. على القليل فريقين في كون النادي الوحيد بالمحافظة هلا عم يستعينوا يعني نحن وريفنا نعم لازم يكون عندنا فريقين أشبال فريقين ناشئين فريق شباب كتير منيح قبل ما نطلع الأولى لأنه هلا على كل حال ما معي التليفون أو هو على كل حال نادي الساحل يعني الآن عم بيسعى أنه موضوع القواعد بس هذا لازم قبل لازم يكون قبل وبس نكون جاهزين نعم نطلع على المحترفين صحيح أما نطلع دوري محترفين ونحن ما عندنا ولا لاعب من أبناء النادي يعني بدنا نجيب فريق من برا ونحن ما عندنا أي استثمار بالنادي بدنا نعتمد على الإعانات الشخصية بلكي كانت توجيهات صعب. بلكي كانت توجيهات أنه لازم تطلعوا الدرجة الأولى أستاذ الله يوفقك هاي توجيهات وما توجيهات كل ما بدنا نعمل شغلة في نادي مو فوق مين فوق خلينا نسمي توجيهات شو مين بيقول لك اطلع ما معك تاكل اطلع اشحاض ما حدا بسوريا بيقول لك اطلع واشحاض التفاصيل هني غير معنيين فيها تفاصيل إيه بس ما بصير اليوم في نادي بده يطلع يلعب دوري محترفي نعم ما عنده ولا ليرة استثمار معتمد على الإعانة نعم طيب وما التقى حدا يدفع إعانة على كل حال معي مداخلة على الهاتف أهلين أستاذ مروان ميني رئيس نادي حطين السابق أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك يا أستاذ مروان وين الغيبي صحتك الله يخليك يا أهلا وسهلا تفضل تحية والاحترام لك أستاذ أحمد ولضيفك ولأستاذ برنامجك الناجح أهلا وسهلا فيك الأستاذ الدكتور وائل معوض قامة إنسانية ورياضية وإدارية وهو من زمرة أوسلبي يعطي للجميع ولا يأخذ إلا من زمرته حلو الكلام للأسف المعنيين عن الشأن الرياضي في بلدنا الحبيب نعم آذانهم صاغية للمتسلقين والدخلاء والباحثين عن شهرة من خلال منصب رياضي ما جبت شيء جديد يا أستاذ مروان ليشغلونه لا ليشتغلوا له تفضل الدكتور وائل السي في اللي له وإنجازاته والمهام اللي استلمها هي أكبر شاهد تسلم نعم للأسف هلا أستاذ مروان أستاذ مروان شو اللي خلاك تحكي هالكلام هذا لأنه يعني من زمان ما 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 سمعت أو ما حضرت أو ما تابعت شخصية مثل الدكتور وائل شخصية رياضية وأنا شهادتي مجروحة فيه بس اللي عم نشوفه واللي بهالأيام هي وتعيين الناس اللي هي بعيدة عن الرياضة وآخر هم الرياضة يا أستاذ مروان الحمد لله الدكتور وائل كان عضو مكتب تنفيذ اتحاد الرياض العام في سوريا وكان رئيس نادي سابق وقدم كل شيء عنده منيح نعم فعم تقول انه والله ما كتير يعني شو بدك اياه يرجع رئيس اتحاد الرياض العام لا يا عمي لا شو قل لي ليش ما قصد انه يشغل منصب رئيس اتحاد الرياض العام نعم القصة انه سلم فترة ونجح بعمله واليوم نحن عم نشوف اسماء كل الاحترام الا لشخصه
لكن نحن عم نحكي على رياضة على ناس إلى كفاءتها. هي علميا تحصيل العلمي ما حدا عنده إياه، وخبرتها الإدارية كافية ووافية وغنية. هلا الدكتور وائل شخصية معروفة، وأيضا هو شاب بمقتبل العمر، يعني العمر قدامه والمستقبل قدامه، إن شاء الله بنشوفه بمراتب عليا. هذا أملنا، اللي مثل الدكتور ومن أمثاله، مو بس يعني للدكتور وائل، نحن بحاجة ل ل ل ل لكذا إيد، مو لإيد وحدة زقة. هلا كنت رئيس نادي سابق أيضا أستاذ مروان، يعني الدكتور وائل بي سي في تبعه، يعني كيف ممكن نستثمرها في مجال الأندية إذا بدنا ناخذ على مستوى الأندية؟ لا فينا نستثمرها، يعني للأسف أستاذ أحمد اللي عم يجوا ليكونوا هن مسؤولين على الأندية أو على الرياضة في المحافظات، هن عم يكونوا بعاد عن الأجواء، عم يصير التعيين عشوائي بشكل يعني شخصي وليس بشكل ممنهج مدروس، انه هاي الناس عندها طاقة تفجرها ايجابيا لمصلحة رياضة المحافظة، تعيين الاشخاص الرياضيين الانتماء يعني صحيح 100% وليس للشهرة ولي مثل ما عم نشوف نحن بس همنا نكون على المضمار. نعم. وشغلة ريبان ونتصور ونشنقل لاعب، يعني للأسف يعني بدنا ناس تفهم بالرياضة وتعين أشخاص قادرين يشيلوا بالأندية. طيب يعني أستاذ مروان، يعني أول شيء كان موضوع التعيين، طلعت أصوات أنه يا أخي بدنا انتخابات، إجوا الانتخابات طلعت ناس ما بتعرف شيء بالطابة، رجعتوا هلا رجوا العالم عم يطالبوا بموضوع التعيين، برأيك وين الحل؟ هلا ما دائما الانتخابات تفرز عينات صحيحة. نعم. لكن أنا برأيي التعيين، لكن كيف بده يكون التعيين؟ يعني أنا بجيب قامة رياضية وإلى باع ونظيفة وبتحب تشتغل بالرياضة من دون أي مصلحة، وهي مسؤولة عن اختيار الأشخاص اللي هن بدهم يشتغلوا معهم، ما بجي أنا يعني بطرح لهم أسماء أو بفرض أسماء على الشخص اللي أنا اخترته كي ليكون قائد الدفة. نعم. ويصير بعدين في إحباط وفي خلل وعدم تفاهم. هو مسؤول، أنا بنقي شخص واحد يقود السفينة وهو ينقي البحارة تبعيته. على كل حال أنا بهذا الكلام معك 100% أستاذ مروان، وأنا بدي أشكرك على المداخلة الظريفة، وبتعرف فعلا هي معنية بكل شيء. أنا بتشكرك جزيل الشكر أستاذ مروان ميني، رئيس نادي حطين السابق، أهلا وسهلا فيك. بتمنى لكم التوفيق والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا، وعاشت سوريا. شكرا لك، شكرا لك. يا أخي عم يحكي من صميم قلبه الأستاذ مروان. قال لك شغلة أستاذ مروان، أستاذ مروان والله بغض النظر هلا زلمة حكى مداح، والله هذا من الذهب العتيق الأصلي. اليوم بيجمعني فيه علاقة، وقت كنت أنا رئيس نادي كان هو رئيس نادي. نعم. العلاقة التوأمة اليوم اللي كانت بهديك الفترة فظيعة. نحن ما كان عندنا فريق رجال، فعطينا لاعبين ثلاثة من عندنا اللي هني عندنا، وشاركوا هني بدور الرجال، وأخذنا السيدات اللي عندهم وشاركنا إحنا بدور السيدات. كان عندهم لاعب طبعا بكرة السلة، عم تحكي كرة السلة. نعم. لاعب كان عندهم لاعب قدم كتير مميز بالمدرسة عندهم. نعم. وقيود تشرين، وهو بحياته ما اجى على نادي تشرين، وعندنا نفس الشيء. كيف بدلناهم قامت الايامه بالناديين، انه ليش اعطيته اياه؟ لك يا اخي شو ليش اعطيته اياه؟ قيوده يعني هذا بحياته ما راح يجي لعنا، بس قيوده عندنا، هو عايش هنيك ورفقاته هنيك وعم يتمرن هنيك واهله بالدنيا هنيك، خلاص يعني انه خلاص. واخذنا واحد مقابله منيح. نعم. ما بيصير لعنا، بيقولوا لك كنا جبنا له هداك، كنا سرقنا له. أوف. وهذا بيقول لك كان في حساسيه الفترة اللي كنت أنا وياه، كانت كتير علاقة التوأمة. هو فعلاً ما هذا الإنسان المنفتح، بيحب نادي بينقهر على نادي كتير، لذلك بيعرف هو شو. ايه؟ الحكي اللي كان إنسان نادي ليك سال حطيني مع الدكتور حطيني وعلي. وأصلي. نعم. ولكن ما عنده هذا التعصب اللي بيولد مشكلة عقلاني. جيد. على كل حال رح نشوف مع بعض نتائج طبعاً المرحلة 24 من الدوري السوري اللي جرت من يوم أمس. عم نشوف على الشاشة طبعا الفتوة خسر أمام تشرين بستة أهداف مقابل هدف واحد، الاتحاد مع الجيش من دون أهداف، الطليعة مع الوثبة 4 أهداف للوثبة مقابل لا شيء، الكرامة والوحدة التعادل السلبي، أيضا الشرطة على النواعير بثلاث أهداف مقابل هدفين، حطين على الساحل 3 أهداف مقابل لا شيء، وجبلة على الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء.
يعني نحن حكينا عن تشرين وعن حطين، جبلي اليوم عم يطلع بشكل جيد على جبلي، نتيجة مبارح خلته يصير 19-19-19 نعم مع الساحل والنواعي، بعد خسارة الساحل والنواعي كانت يصالح مبارح، وبعد خسارة الفتوة اليوم نتائج مبارح بخدمة نادي جبلي، فاز والثلاثة القريبين عليه خسروا. ما لازم يفرد يعني، لعبته الجاي مع الجيش يعني بفيد دمشق، يعني اللعبة الجاي له مع الجيش، والفتوة اللعبة اللي بعدها مع الجيش صحيح. واللعبة اللي بعد هي حتى الساحل مع جبلي، مع الساحل مع بجبلي، مع الساحل نعم الساحل وجبلي. وبالتالي أنا بتوقع إن شاء الله نتيجتين إيجابيات بينتهي الموضوع ويضل نادي جبلي بالدرجة الممتازة. يعني بتحس إنه كان في يعني إنه تباعد كل الخبرات والكبارية نادي جبلي، الحالة كانت كان في حالة كانوا بعيدين عن النادي، كان في حالة غير صحية كأنه اليوم كلاعبين مثلا هي النتائج المنيحة اللي عم يجيبها نادي جبلي بالمرحلة الأخيرة هن نفس الفريق ما إجا عليه حدا، لا بالعكس راح من عنده لاعبين، لاعب منهم إجا عتشرين ولاعب منهم إجا أحطين اللي هو الحافظ ومصطفى شيخ يوسف نعم. وبالتالي معناتها كان فينا نعمل حل، وكان لازم أبناء هاي المدينة يكونوا أقرب لهذا النادي. كنت تدعي يعني دائما وأبدا ساكت يوم اللي كنت موجود بالمكتب التنفيذي على موضوع لم الشمل نلتقى مع النادي نلتقى مع النادي، جمهورنا في عنا ثقافة نقعد نكتب على الفيسبوك، نحب ونكره على الفيسبوك، يا أخي انزلوا على النادي وقفوا جنب النادي. شو كانت مشكلته بالضبط يعني حتى الآن شو مشكلته نادي جبلي؟ مشكلة أنا برأيي مشكلة علاقات اجتماعية، ما كانت هاي العلاقة القوية، كوادر وأهالي نادي جبلي وجماهير نادي جبلي ما كانوا ملتفين على قلب واحد على النادي. هلأ وقت صارت المشكلة وأنه نادي جبلي ممكن يهبط، تجاوزوا المشاكل الشخصية وهذا الصح، والتموا مع بعض على النادي لدعم النادي. في رموز يعني بنادي جبلي طبعاً. يعني في رموز يعني لازم يكون اتفقت مع بعض، حتى في منهم كان عضو اتحاد استاذ نادي يعني جبلي، كابتن رفعت شمالي لازم نادي جبلي نادي كبير بنشوف حالنا فيه، اسماء كبيره خرج ابطال جايب محقق انجازات وبطولات، انا برايي ما بصير يكون موقعه بين المهدده، لازم يكون افضل طبعا، وما بصير يتهدد نادي جبلي، وهي الحاله انا بتمنى تكون درس وان شاء الله ما بيهبط ويكون درس نستفاد منه وما بقى نوقع فيه مره حتى يعني. مشكلته غير مشكله نادي الساحل يعني، عنده ناشئين عنده شباب وعنده لاعبين وعنده مدرسه. مشكله نادي جبلي قصه ثانيه عن نادي الساحل، نادي الساحل مشكله فنيه اداريه ماليه، كونه جداد على الموضوع بدوري المحترفين مثلا، مثل وقت انا قلت لهم باحد الاعداد انه ما كان حرام تطلعوا والله بكير شوي، اجلوك انتوا سنه سنتين لما يصير، بيتصلوا فيني الدوري الماضي برابع لعبة بيقولوا لي هاي متصدرين شو عم تقلنا حرام نطلع، قلت لهم هلا انتم اثبتوا لي انه فعلا حرام نطلع. ايوه اذا مفكرين الدوري اربع مراحل لسه الدوري كثير طويل، وبينضرب وبينصاب وبيزعل وبتتأثر متصدرين كانوا يعني كان وصلت يعني لاخر لعبة لو فاز مجد عجبله كان هبط الساحل صحيح الموسم الماضي، وبعد التقينا معهم قلت لهم شفتوا وقفت على لعبة لو ربح الثاني كنتوا هبطوا صحيح. ما هيك الدوري المحترفين ما هيك، ممكن ياخذوا دروس في حال الهبوط، ممكن ياخذوا دروس يعني، ممكن هلا انا بوجهة نظري الواحد خبرة شوية يتعلم، ما انه عقوب الهبوط لا لا لا، اليوم انت بتعرف امكانياتك وما عم تقدر تمشي وكل سنه بتهدد، يا اخي ليش عم تقاتل على الطلعه؟ طب ظرفك المالي ظرفك الاداري الحالي ما نو جيد، طب يا اخي اجل الموضوع شوي. صحيح. على كل حال رح نشوف طبعا ترتيب فرق الدوري بعد المرحلة 24، طبعا عم نشوف على الشاشة أيضا تشرين في الصدارة عم نشوف 53 نقطة، يليه الوثبة ب 52، حطين الثالث ب 49، الجيش الرابع ب 43، الاتحاد الخامس ب 40، الوحدة السادس ب 38، الشرطة السابع ب 32، الكرامة الثامن ب30، الطليعة المركز التاسع 29، الفتوة العاشر 23، النواعير المركز 11-19، هو وجبلة والساحل 19 نقطة، وأخيرا الجزيرة هبط إلى الدرجة الأولى. التحكيم كيف شفته بالأول الأخير؟ حتى أنا ماني فن، أنا لا لك كلمة، أنا اليوم بالأصل لاعب كرة سلة، أنا عم بحكي على المشاكل، مشاكل التحكيم اللي حتى طلع فيه بيان هلا راح أحكي نعم اليوم.
ولكن كمتابع وكأكاديمي بالرياضة وصلت لرتبة أستاذ وأنا بأخطاء تحكيمية ما سوريا اللي بتوقع فيها وما الاتحاد العربي السوري اللي بتوقع فيها. وأنا حكيت مع العميد حاتم وهو بصورة طلع كاملة وأخذوا إجراء. أنا ما عم أحكي عن أشخاص، أنا ماني من هدول اللي بيحبوا الشلل الشللية والتبعيات، أنا ما بحكي عن أشخاص، بدي أحكي كلمتي مسؤول عنها. اليوم في أخطاء ما بصير تصير، يعني اليوم وقت حكم بيوصل لك بالدليل الدامغ إنه في مشكلة يا أخي طلب كذا في مشكلة، أنت ما بصير تعمل حالك ما سمعت، تأكد من كلامي على القليلة، وأنا أعطيتك الدليل اللي ما في داعي تتأكد، ترجع تحطوا اللعبة الجاية لنفس النادي، في مشكلة. مشكلة باتحاد الكرة طبعاً، أو بلجنة الحكام اللي عم تعين هدول الحكام. لجنة الحكام في مشكلة، أنا بعطيهم. ومبارح ما بعرف مين المسؤول، بس مبارح مثلاً ما بيصير يجي اثنيناتهم، والله أنا فراس أخوي، كابتن فراس طويل، أخوي عزيز، حكم دولي وحكم دولي وقامة منفتخر فيها آسيوياً، وعبد الله بصلح له صديق واخ وبحبه وبمزح معه مزحات ما بمزحها مع اشخاص. بس ما بصير عبد الله بصلح له يحكم لتشرين، وفراس طويل ابن اللادية يحكم للاتحاد، واللعب الجاي تشرين والاتحاد، لانه اي تصرف بده يصير بده يحسب، بده يكون محسوب يعني للعب الجاي. انطردوا بده يقول ها ريحهم منه اللعب الجاي، بيقول لك انه معنا غير، وان ما طردوا بيقول ها لانه عم بالنادي حطين مطرد لونيا مشان يربحون اللعبة الجاي. بيقول لك انه هذا الموجود، هذا الموجود يعني نفس الشيء اللي عندنا يا اخي. كان في 100 واحد لا من حلب ولا من اللادية، كونه اللعبة الجاي لحلب واللادية، بيجي ابن حمص بيحكمها وبيجي ابن الشام، كل حكام سوريا بتركب عليها الا حكام اللادية وحلب. يعني في مشكلة بلجنة الحكام بسوريا، حكم من الشام بيركب عليها للعبة اللادية وحلب. طيب ببساطة انا رأيي شخصي، هلا مشاكل ما كانت موجودة والله العظيم، انا ما بعرف جامل، بس انا متأكد انه العميد حاتم بده يحل هذا الموضوع، بده يحل، وممكن عمي مثل ما بيقولوا في حلول إسعافية هلا هني دخلوا فيها، ولكن الحلول القادمة ما بصير تكون إلا حلول نظامية، وأنا متأكد وعندي ثقة فيه إنه راح يحل النظام، لأنه طيب شو في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ. طيب على كل حال تقريبا انتهى اثنين، ما في حدا ما بيعرف مين وراء التحريض البيان اللي هو خلبي وكذب، كان محطوط أسماء حكام اللادية، وأنا تواصلت معهم شخص شخص وقالوا لي يا دكتور والله ما حدا قالنا، قالوا لنا انه البيان طلع فيه عالم، قالوا لنا انه بتحبوا تلتقوا مع رئيس الاتحاد، وقلنا لهم ايه، بس ما حدا قال انه اذا ما التقينا ما راح نحكم ولا اضراب عن التحكيم. كل حكام اللادية كانوا وسام ولا حنا ولا فراس كلهم اكدوا لي انه ما في هيك شيء، اكدوا لي انه ما في هيك شيء، وهذا حكي كله كذب. ووصل لاتحاد الكرة مين وراء التحريض، وما بصير يمر انا برايي هذا، صار فيه تحقيق وصار فيه بهذا الموضوع. على كل حال راح انتهى الوقت تقريبا، لكن موضوع الاعلام كيف لازم يكون بالمراحل الأخيرة بالدورة؟ يعني عندك لعبتين فقط. أنا برأيي اليوم كإعلاميين كفريق إعلامي لهذا الدوري نقدر نوصله بصورته الصحيحة، ونبعد عن هاي النقط اللي هي بتخدم نظرية المؤامرة. اليوم أنا كل إعلامي بحب ينكش ليعمل سبق صحفي بشي نظرية مؤامرة، يعمل مشاكل، يعمل ما، أنا ضد هذه النظرية. بدك تحكي عن فساد احكي، بس عن فساد مسبق، ما نشلف حكي وجمهورنا يبلش يتقاذف هذه الاتهامات ونعمل مشاكل بين أخوة من المحافظات أو أخوة من الأندية. وقدنا نحكي نتأكد، وهذا هو السبق الصحفي، أنك تتأكد من المعلومة وتنشرها صحيحة. صحيح. ما تنشر معلومة وبعدين أنتوا تأكدوا إذا صحيحة ولا لا، أنت عملت مشكلة، أنا برأيي لازم تعاقب عليها ساعتها. يعني أنا بستغرب يعني أنه مثلا في مباريات يعني كاتبين على صفحات يوم أمس أنه مباراة حطين والساحة المنقولة على أوغريت، بين قلب الملعب اتصل فيني شخص من نادي الساحل قال يا استاذ ما ناقلين المباراه. قلت له لا ما ناقلين المباراه. قال والله هيك وكان في مشكله. قلت له انت منين جاي المعلومه؟ قال والله هيك قالوا لي. هيك قالوا لي، شو هالحكي؟ هي كلمه انه هيك بيقولوا، شو انت مسؤول عن صفحه واتهامات ونادي فلان عطى لنادي فلان هالحد ليربح على نادي فلان، تأكدوا من الموضوع. هذا الكلام اللي عم تحكيه يعني تفضلت فيه يعني، والنادي فلان عطى لهذا ليربح وكذا. يا أخي عم تعملوا مشاكل، هيك بتصير المسائل والكل والمشاكل بتصير يعني، وحدا يمكن ما نو بالبلد قاعد برا حاط إجرة عم يترك العالم تقاتل ببعضهم.
على كل حال نتمنى الخير للدوري السوري، ونتمنى للجمهور كرة القدم في سوريا أن يكون بألف ألف خير. طبعا كلام أنت تشريني، فكلام موجه أخير لتشرين. أنا بوجه كنداء لكل حدا بيقول أنا تشريني بحب ولا ميول ولا النادي اليوم، أي مشكلة أي رأي شخصي سلبي نحطه بالفريزر هالأسبوعين ونلتم جنب هالنادي وبعدين منحل كل شيء. النادي بفرصة تاريخية صعبة كتير تتكرر. إن شاء الله خير. إن شاء الله. أنا بدي أتشكر طبعاً الدكتور وائل معوض عميد كلية التربية الرياضية سابقاً، وأيضاً رئيس نادي شرين السابق طبعاً على تلبية دعوة البرنامج. شكراً يا دكتور وائل. لا أنا بفتخر فيكم، بالنهاية نحن فريق عمل واحد. إن شاء الله كل أندية سوريا بتضل بخير، وأندية الساحل السوري بتكون بأكثر خير، وإن شاء الله مثل ما بيقولوا أول تاني وتشرين وحطين إن شاء الله، والساحل وجبلة ما بيهبطوا، ومنشوفهم سنة جاي بظروف أحسن. أهلا وسهلا. ونتمنى الشفاء العاجل لكل جرحانا، وإن شاء الله يرحم جميع الشهداء، الله يرحم إن شاء الله، اللي هن بفضلهم نحن قاعدين، والنصر لسوريا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. طبعا الكلام في الرياضة لا ينتهي، وخاصة في المراحل الأخيرة والدقيقة من عمر الدوري السوري لكرة القدم لهذا الموسم. كلام في الرياضة لا ينتهي. إلى اللقاء.